جال رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير مع وفد من أعضاء الغرفة في منطقة جيزين بدعوة من رجلي الأعمال فادي رومانوس وإيلي رزق، وشملت الجولة مناطق لبعة وروم وعزور بالإضافة إلى مدينة جيزين. أكد شقير أن هذه الجولة تأتي في إطار تحديد التعاون مع جمعية تجار جيزين لتشجيع الاستثمار في المدينة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.